الأثناء أيضا بيني وأيضا حتى من أدنى إلى أعلى سمى داونور الاتصال من أعلى إلى أدنى وأبور من أعلى إلى أدنى من أدنى إلى ماذا داونور من أعلى إلى أدنى أبور من أدنى إلى الأعلى واضح اللي هو بين اسمه بارسون بيرسونال اللي بين شخصي بين الموظفين بين الإدارات بين الأقسام وهكذا واضح إذن هذا الاتصال يعتبر عنصر مهم من عناصر نجاح التركي يقول لك تعرف شو بدي أوامر الشيء أعطي تعليمات معينة الشيء التزم قواعد معينة لابد من خطوط اتصال تصل انسيابية محددة يعني معينة ومحددة حتى يعرف كل واحد من الذي عليه العنصر الثالث وهو ماذا القيادة يحتاج هذا حتى إلى قائد قائد هذا يتم اختياره وفق معايير ومواصفات يحظى بقبول الجماعة ويتم اختيار الشخص المناسب والقفوة وما إلى آخره يمارس نمط معين من انماط القياده. طيب الان تختلف حددنا الهدف والموارد، في التنظيم وزعناه على كل واحد ايش يشتغل، في التوجيه وجهناهم الان ايش يشتغلوا. ينتهي هنا الوظيفه وظيفه اداريه. تحتاج الان تقييم الرقابه. هل ما تم تنفيذه فعلا وفق المخطط ام لا؟ نحتاج الان نقيم، مثلا لو كان عندنا الهدف المحدد زياده الانتاج بنسبه مثلا 100,000 وحده، باقي بالرقابه اشوف هل حققت 100,000 وحده ولا لا؟ لو كان عندي مثلا استغلال الوقت بنسبة كذا كذا ساعة بحسب طبيعة الغير المحددة حتى اللي هو الهدف ولذا أنا بالرقابة مع أخذ الخطة اللي حدثت بالتخطيط حدد بها الأهداف والموازنات والموازنة والمنقول كان صاحب الرقابة صاحب ولذلك صاحب الرقابة يشوف الهدف اللي يحدد بالتخطيط والموازنة اللي يحدد بالتخطيط هل تمت وفق ما خططت ولا لا؟ تمت إلى الأمور سليمة تم حصل انحراف حدد حتى الانحراف قد يكون على نوعين في انحراف إيجابي في انحراف سلبي. إذا كان الانحراف إنه مثلاً حدد مثلاً إنه أنتج 100,000 وحدة، وصلنا شفنا بالرقابة إنه أنتج 10,000 وحدة. نقول خلاص والله إحنا ما لنا شيء فيه. خلاص السلعة على هذا الحد. لا، إذا في انحراف إيجابي، ليش؟ برجع أشوف إيش السبب. قد يكون الهدف حقيقي متواضع اللي وضعته في البداية. واضح؟ قد يكون مثلاً في بعض المدراء حتى إنه لا مثلاً قبر عند الإدارة العليا، يضع له هدف بسيط فأول السنة يا آخر السنة حقق هدف وأدت قال هيدي المكافأة حقق الهدف ودي أوزن مخطط واضح؟ إذا لا يا لا بد عارض النظر طالما أنت مخطط بس أنت 100,000 وحدة وانتج لي 110,000 في شيء برجع أشوف الخال هل الهدف كان موضوع بصورة صحيحة واقعية قد يكون كفاءة العامل أكبر إنه ينتجون 100 وحدة إذا لا إذا أرفع سقف الهدف واضح؟ يكون في متحد أيوه نعم وهكذا طيب لو كان 90,000 وحدة تفضل ولذلك شوفي عندنا هنا شكلت دورة حياة هي في التخطيط، التنظيم، التوجيه، فالذي هي المتابعة والتقييم، لأنه نحن نشوف الفجوات اللي كانت سابقة موجودة في التخطيط، هل رُدمت ولا ما رُدمت؟ هل تحققت ولا ما تحققت؟ أحسنت، ولذلك نبهت إلى نقطة مهمة نسيتها هنا. الفيدباك. أي نعم. الفيدباك الرجال لاعبين في إدارة المنظمة هنا اسمها التغذية الرائعة أو التغذية الحسنية. التغذية العكسية اسمها عكسية رايعة ممتدة هي نفس المسمى في الباب تغذية عكسية الرايعة الممتدة بحس ما يجيش واحد يقول الممتدة غير والعكسية غير والرايعة لا لا اسمها في الباب واضح؟ أبلغ على الدكتور أنا في الأهداف حصل انحراف إيجابي ولا سلبي يرجع إلى عندنا مدير المنظمة يرجع لمدير شريك عند الإنتاج ها موارد إدارية هل وصلت صورة صحيحة ولا لا؟ الموارد كانوا هدف صورة دقيقة ولا لا؟ مش فيه الخلل في مثلا والله هذا التخطيط الهدف كان واقعي وفعلا يعبر عن طموح معين لنا ولا لا؟ مشكلة قائمة وعن مشكلة قائمة ولا لا؟ يشوف لك كان هذا. هذا أنواع الرقابة أحسن لي ولذلك إحنا بنقول أنواع الرقابة في عندنا رقابة سابقة ورقابة متزامنة اللي هي آنية ورقابة لاحقة كثير من المشاريع في القطاع العام فشلت بسبب هذا أنا عنصر الرقابة عنصر ماذا؟ لاحقة يا ريت لاحقة وتكون بصورة صحيحة تفضل لذلك يقال عندنا في متابعة متابعة تكون متزامنة للعمل إذا نعم الحرف صحة وفي عندنا في الأخير تقييم نعم والتقييم كمان يتم على مراحل في المرحلة الأولى أثناء يكون في نص المشروع أو في نص المرحلة وبعدين في نهاية المرحلة وكمان تقييم أداء طيب أخو مثلا الآن أضرب مثال في مشاريع لها تطبيقات مشاريع تنموية الآن لو طبقت الرقابة بصورة صحيحة على ما تنزلتهم في رقابة سابقة
ورقابه اثناء التنفيذ ورقابه لاحقا. انا لما اجي مثلا واحد يقول لي والله عندنا عقبه مقاول بشعب شعبطه يعني يشتغل ويخرب ويخلي على ما هو يعني لا 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 ما فيش الرقابه السابقه والرقابه المتزامنه. ينزل واحد من المنظمه يشوف او من الجهه اللي نزلت ينفذ المشروع يشوف ايش مسوي. والله عبث غير عادي. تفضل. طبعا عندنا في اليمن في تجربه جدا رائعه هي تجربه الصندوق الاجتماعي للتنميه ومشروع الاشغال العامه. هذول من افضل المؤسسات الدوله اللي موجوده في اليمن. يا سلام عليك. تشتغل على هذه الجزئيه بشكل كويس ابتداء من تقييم الاحتياج ومشاركه المجتمع وانتهاء بالعمليه من تقييم الاثر. وليس التقييم بس المشروع بل تقييم الاثر واثره على مين؟ على المواطن المسؤول، على المجتمع. يا اخوتي بعض المقاولين ياخذ المشروع مع عندش الكفاءه اللازمه تنفيذ المشروع. يعني بحيث مقاول الباطل ما عندش امكانيات ولا موارد كذا وقدم سعر بسيط او ناقص او عنده علاقه معينه بس على الناقصه المهم يعني واخذ المشروع تجي تعين لا عنده موارد ولا امكانيات ولا عدد كافي وشعبطه من هنا من لحام لحام. اذا هذا ما فيش رقابه سابقه لا بالرقابه السابقه بنزل ها انت مقاول. طيب شوف وين حقك الامكانيات الماديه؟ وين حقك الامكانيات البشريه؟ اين راس مالك الكافي؟ اين كذا اين كذا اين كذا؟ اطمئن على ان اللي بقدر اقول خلاص انت في المفروض في بالذات مشاريع التنمويه المفروض يكون في مهندس وفي مشرف مقيم. المشرف المقيم هذا يتابع هذه المواصفات الذي قدوا المواصفات تنفذ ولا ما تنفذ. يجي مباشره يعني في ناس مثلا يعمل على المعتقد الذي هي في الشهر بزيارته يشوف هل يتعب طبيعي لانه المهندس يجي اعلى من المشرف الذي هو المقيم. نعم. وبعدين يجي مقيم خارجي. نعم. المقيم الخارجي يقيم هذا متى في المشاريع ليس مشاريع الدوله. حقيقه الصندوق الاجتماعي التنمية هذا كان ينفذ الرصد ب 12000 وعنده في مؤسسه الدوله ب 26000. يعني من 12 الى 26 فارق النص يعني 100%. ورغم هذا جوده الصندوق الاجتماعي التنمية اعلى وقد انا فعلا لو الامر لي عايز اللي على سوق ينجح مش سبش اداره المجتمع حتى لما نفذ المشروع ينفذه بقناعه وبيعني بالرضا عمل لانه المشروع الذي يقوم به او ينفذ فيه به شراكه هو قدم فيه جزء صح شاحن المجتمع الاداء والمشروع بذكاءه بعمل صح يقول لك هذا المشروع لي صالح لي لكن يكون بالنظام العام يقول لك يجيب قوانين من خارج او كذا يقول لك نفذها على كلمني واحد شغل بالصندوق الاجتماعي قلت له كيف تفعلوا انتم مثلا احيانا الحزبيه تلعب دور معين لان بعمل معين خل شوف تحت العمل تحت مظله الصندوق الاجتماعي ما عادش حاجه اسمها حزبيه في معك معايير معينه هذه يلا تلحق نفسك تلبها يعني تنجز اللي عليه كيف قال حتى على مستوى تنفيذ المشاريع كنا ننزل مثلا بالعدين يمنع منعم باتل انك تركب بسياره الشيخ يمنع منعم باتل انه يوصلك المشروع يمنع منعم باتل انك تتغدى عنده يمنع منعم باتل انه يخزن لك يمنع منعم كذا يعني في قطع كل واصله اللي تعتبر مداخل من المداخل اللي تسبب الرشوه او فشل المشروع ما فيش قطع عليهم ولا يعطون امتيازاتهم ها الصندوق مشروع الاشغال العامه هذول يسيروا بنفس المنهجيه نعم كما مشروع الاشغال العامه هو نفس منهجيه الصندوق انبثق من الصندوق حقيقه الاستاذ عبد الكريم الارحلي يقول حفظه الله ورعاه ولو كان يقول لك هذا تقريبا علي عبد الله صالح بغض النظر احنا مو تشتغل الشخص الوحيد الذي بالفعل قوي علي عبد الله صالح قال له لا اشتغل اشتغل الصندوق هذا يكون مستقل استقلال كله الدولة تدفع كم 10% فقط غير موازنة الصندوق 90% وكل الذي ما يسمى سلة المعنيين. نعم صدق واضح يا اخوه. شوف تجربه الصندوق الاجتماعي لو امر لي انا لا خلي الصندوق كنموذج هو اللي اول مره ياسس لنا النظام لإدارة شؤون مؤسسة الدولة وكذا وكذا لما ترسيه مدة 4-5 سنوات ويرجع يسلموها يقولوا دلوقتي الصندوق ولا بتهاي؟ كم شوف بتهاي نموذج ناجح في الإدارة للأمانة يعني في مؤسساتهم في كذا بغض النظر فيما يتعلق مع المنافسين الآخر لكن كإدارة علمية حصل فساد في البيت ها؟ حصل فساد في البيت في نعم لكن في حد معين في نسبة معينة شوف الصندوق أي واحد أي استشاري استخدم استشاري عرف بس حاجة بسيطة كذا بلاك ليست أيوه ما فيش بلاك ليست فعلا والله ولذلك تلاحظ الشباب وبنات من مختلف يعني المناطق الجغرافية من مختلف الاحزاب والجماعات ما هالشهاده المعايير تذوب تحت معايير الصندوق قواعد الصندوق ما عادش حد تذوب كلهم فريق عمل واحد واضح؟ واحد طيب اذا للرقابه يا اخوانا اذكر نتيجه غياب الرقابه ما اقولش السابقه بل المتزامنه احيانا مقاول لما نذكر نكلم واحد قال الشغل بطريقه كذا بيحبوا هذا الطريقه الاسمنتيه هذه الاماكن اللي فيها قفاف المطلوب هذيك النوع من الحديد اللي يكون مفروش في الارض فرش حديد قد يكون مثلا مطلوب 12 وفرش 8 تقريبا ما ادري يعني بحسب
خرج الأشاير الإشاعة الـ12 وسمى تشوف 12 خارج لكن داخل 8. لو في نقابة متزامنة تنزل تشوف أداء التنفيذ ما حصل هذا الخلل. ولذلك تطبيق الرقابة اللي قال زمان تكون سابقة ومتزامنة لآنية ولاحقة هنا ما عطاش بس ولا حاجة. لكن بتخلي لا ما يزلك يخطب ونحفل على ما يشتهي وأخل بالمواصفات وفق ما يريد طبعا ينزلوا دقوا وكسروا ما له وعاد أحيانا ينزلوا حتى لو تشوف الخطأ مدري عاد يرفع التقرير المناسب ولا شو حاله مع المقاول ولا هذه وخرب الشرم هو لا يعني طريقة الرقابة السابقة كيف تكون؟ الرقابة السابقة كان بدي اشتغل طبعا حكايه اللي كان مع الدوره الاولى للمجالس المحليه مع جزء من الدوره الثانيه كان بدي اشتغل مشروع على مركزيه مشروع على مركزيه قام صلاحيات بعض المديريه نوع قوم كان صحيح نعم هنا كان في دور الاتحاد الاوروبي والصندوق الاجتماعي للتنميه قال لي بنت الدوري كان ممتاز جدا فتلاحظ ايضا هاي المديريه التي لبني حتى الصلاحيات كانت تتبع نفس المنهجيه اللي كان عمل مشروع على شغال عامه والصندوق الاجتماعي وكان بالفعل بكم تحفزهم سنويا 100,000 دولار هذه زياده على الموازنه الذي معك فقط رأي. مثال للرقابه السابقه دكتور في معك مثال للرقابه السابقه بقول لك الرقابة السابقة مثال هذا اللي ينزل مثال معنا مشروع المياه والصرف الصحي عندنا بعقبة كان عندنا الدنيا خاصة بعدين جاءت منظمة كير الآن وجاء مقاول ما عنده شيء إمكانيات الكافية بالمينات تمام وأخذ الهذي بس حسب علاقة بحسب يمكن كذا ما حد الطريق كيف أخذ المشروع لو تم تطبيق الرقابة السابقة يا مقاول أنت الآن مهم إمكانياتك ومعداتك كذا 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 واضح المورد البشري أرسلنا البيزة اللي معك بحيث أحيانا تحتاج إنك تورد مواد كذا 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 عندك بيز كذا ولا تقعد تخو شعبة طاولة عبطات تسدفوني كذا كذا تبدأ الأعمال تخلي ما يدخل راسك بعدين هي ما راح يشتغل جيبوا لي مالحين مخصصات أو توقف المشروع هذا الحصل الآن إذا الرقابة السابقة إيش غرض الرقابة السابقة تتأكد من مدى كفاءة الشخص أو المنظمة القائمة بعمل التنفيذ اللي توافر فيها الخصائص والمواصفات اللازمة لتنفيذ المشروع من الموارد والمعدات الإمكانيات المالية والمادية والبشرية وإلى آخره أنت عندك كفاءة ولا تملكني هذا الآن وما دخل راسك بعده يلا ما تدخل مباشرة ما ينفعش هل اسمها الرقابة السابقة تأكد فعلا تأكد حتى المواد ها وين تشتري مواد المشروع هذا يحتاج مثلا حديد ويحتاج اسمنت ويحتاج مثلا دكاكة ويحتاج وين هذا حقك موجودة وري الاسمنت وري الفواتير اللي باك توردها هل وفق المواصفات المحددة سبقا ولا لا هل اسمها الرقابة السابقة الرقابة المتزامنة هو بيشتغل وتنزل عليه تشوف ينفذ ويقرا مخطط ولا لا الرقابة اللاحقة بعدين خروجها ناصح بيني وبينك إذا قد في رقابة سابقة متزامنة في الرقابة اللاحقة ما عندك تحصل حصل مضمونة خلاص مضمونة نتائجها معروفة ومضمونة نتائجها واضح وهكذا نعم وبالتالي كمان يسموه التقييم الفني أنا مثلاً قد يكون أنا عندي مثلاً عندي مريض المريض هذا الموضوع عند الطبيب يعملوا تشخيص كامل التشخيص هذا قبلي أو ثم كمان أنا مثلاً أعمل دورة تدريبية ما رح أعمل دورة تدريبية كذا مباشرة لا ضروري أعمل تحديد احتياج الاحتياج هذا هو أساساً التقييم القبلي أو ثم الرقابة القبلية نعم صدق في النهاية بعد ما نفذ البرنامج التدريبي حقي وعمل اللي هي عملية المتابعة في الأخير أعمل تقييم بعدي وشوف خلق دماغ الفجولة هل المريض هذا الذي كان مثلاً عنده التهابات في المرء أو كذا أنتهى الالتهاب هذا أو لا بحسب العلاج هذا الذي يعطوه في إطار الطب أما في إطار التدريب لا أقول لك أنا أشوف المهارة هذه هل الشخص هذا اللي دربته هل ارتفعت أساسا معارفه هل بدي يطبق مهارة جديدة هل تغيرت اتجاهاته وقارنها مباشرة بين في التقييم الذي يقول قبل اللي بحدي احتياجه نعم أحسن إذا واضح الرقابة إذا مقارنة الأداء الفعلي مع الأداء المخطط لمعرفة الانحراف وأسباب الانحراف ثم اتخاذ الإجراءات التصحيح معرفة هذا الانحراف والانحراف قلنا سواء كان إيجابي أو سلبي يظل يتعرف على أسبابه واضح حتى نعرف إذا أخذنا أنواع الرقابات إن شاء الله بالتفصيل بناخذها ماذا بس هذا لمحة عامة عن وظائف ماذا عن وظائف بقي اتخاذ القرار اللي تعتبر الوظيفة الخامسة كتقسيم فقط ولا يقول الأصل اتخاذ القرار موجود في كل وظيفة من وظائف الإدارة موجود في التخطيط في التنظيم في التوجيه في الرقابة أنا بتخذ قرارات في كل هالوظائف طيب اتخاذ القرارات القرار ما نعم يعني قرار اختيار بديل من بين مجموعة من البدائل لحل مشكلة معينة هذا البديل لابد يكون هو الأنسب من حيث أقل كلفة، أقل جهد، أقل وقت، واضح؟ وهكذا يحقق لي هذا المعايير إذا بختار هذا البديل، لأنه أي مشكلة أحيانا يمكن لها أكثر من حل. أنا ما بروح أشوف قضية حل اللي هو وحش لا،
في معايير معينه اقارن بين هذه البدائل وفقا للجهد والوقت والكلفه والسرعه والى اخره والموقع احيانا حسب طبيعه البديل نفسه. واضح؟ قد يكون في بديل الموقع بالنسبه لي يكون مهم، وفي بديل الكلفه بالنسبه لي تكون مهمه تحتل اكبر وزن. واضح؟ في بديل اخر السرعه تكون عندي لها اكبر وزن وهكذا. اذا اقارن بين هذه البدائل وفقا لمجموعه من المعايير واعطيها اوزان معينه او نسب معينه او درجات معينه واشوف البديل اللي يحقق لي اكبر وزن او اكبر درجه، اذا هذا هو البديل ماذا؟ الامثل لحل ماذا؟ المشكله. سنتعرف على خطوات اتخاذ القرارات ونقل على ان شاء الله مثال تطبيقي ان شاء الله داخل القاعه ونحل ان شاء الله مع بعض. سنتعرف على انواع القرارات داخل المنظمه، في قرارات مبرمجه وقرارات غير مبرمجه، في قرارات استراتيجيه وقرارات تكتيكيه، في قرارات طويله المدى وفي قرارات قصيره ماذا؟ المدى. سنتعرف على طريقه اتخاذ القرار، هل طريقة تدبية أم طريقة مشاركة الجماعة أم طريقة 50% زائد واحد أم طريقة تفويض الأفراد بحيث يتخذوا قرار بحسب كل قائد وله طريقة معينة في اتخاذ ما لا أقرر بحسب النمط القيادي اللي يؤمن به. الدكتاتوري بعد اتخاذ القرار تطبقه ولا له علاقة، لا يشارك ولا يحزنون، أنا صاحب كل شيء وأنا أدرك كل حاجة. الديمقراطية على العكس، لا يجمع المدراء اللي اسفل منا وكل مدير يجتمع مع الموظفين ويناقشوا هذا القرار ويصلوا له ان يجيبوا له خلاصه معينه ويشوف اجماع الناس حول ايش ويعطي راي ينجز مجموعه من الناس، لانه يؤمن انه تحقيق هذا الهدف او اتخاذ هذا القرار مسؤوليه نجاحه مسؤوليه ضمن على الكل. هذا الديمقراطيه او الشوروي، يسمي الديمقراطيه او الشوروي. اكيد دكتور لا، ويستند الى قوه القانون ويعترف انه ما ينفذ مش كفاءتهم ولا لا او قناعتهم به، لا بطبق العقل ولا بطبق الثواب كذا. ولذلك ينحو منحى انه يتخذ القرار بصفه فرديه، ولذلك بنعرف اشكال اتخاذ القرارات سواء النمط الدكتاتوري او الديمقراطي او الشوروي و الى اخره. وسنتعرف على زياده فاعليه اتخاذ القرار، ما هي العوامل التي تزيد من فاعليه اتخاذ القرار وما هي معوقات اتخاذ القرارات. اذا هذه كانت هي نبذه عامه عن ماذا؟ ماده مبادئ اداره الاعمال، سناخذها ان شاء الله في هذا الفصل. نصلي ربع ساعه الى ثلث ساعه نرجع نستلم ان شاء الله. هذا قرار ها؟ هذا قرار، هذا قرار مبرمج. شوف مبرمج ايش معنى مبرمج؟ يعني ممكن يستهلك، ممكن يتخذه مثلا اي موظف. يعني مثلا قرار مثلا اعطاء طلبين من المخزون، مش مطلوب من التعاميد السكرتيري لما هي لا اخلص الطلب يقول لك عارف ايش المطلوب نزلي. مبرمج قرار اليوم. اليوم قطع قرار. نعم نعم. طيب الجماعه الاخوات ممكن يصلي هنا واحنا بنصلي هذا يعني عادي. لا 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 لا